السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل البشر وفخر ربيعة ومضر، من سلم عليه الحجر وانصاع لأمره الشجر وانشق لأجله القمر، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أنصار حبيب رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموجود أزلا بلا ابتداء، الباقي أبدا بلا انتهاء، المنزه عن التحيز في مكان أو أن يجري عليه زمان. سبحانه كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اعلم أخي المؤمن أن من الواجب على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن ما حرم الله، فإن اللسان كما قال الغزالي رحمه الله: نعمة عظيمة جرمه صغير وجرمه كبير. والمعنى أن اللسان حجمه صغير، إلا أن كثيرا من الذنوب هي حصيله اللسان، لأن الكلام هو أكثر أفعال الإنسان، فلزم مراقبة اللسان، لأن كثرة الكلام ولو في المباح قد تجر إلى المكروه أو الحرام. وقد تفشت في مجتمعاتنا عادة قبيحة، بل ومرض هدام، يفتك بصاحبه ويفرق بين الأهل ويباعد بين الأحباب ويقطع الأرحام لما يسببه من التشاحن والبغضاء، ألا وهو الغيبة. فما هي الغيبة إخوة الإيمان؟ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالغيبة التي حرمها الله هي أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بما فيه من العيوب، وهو يكره أن تذكرها، سواء كان مما يتعلق ببدنه أم نسبه أم ثوبه أم داره أم خلقه، كأن تقول: فلان قصير، أو أحوال، أو فلان سيء الخلق، أو قليل الأدب، أو كثير النوم، أو كثير الأكل، أو فلان أولاده قليل التربية، أو فلان تحكمه زوجته، أو نحو ذلك مما تعلم أنه يكرهه. وأما البهتان فهو ذكرك أخاك المسلم بما ليس فيه بما يكره. وأما البهتان فهو ذكرك أخاك المسلم بما ليس فيه بما يكرهه. وإثم البهتان أشد من إثم الغيبة لتدمنه الكذب. واعلموا إخوة الإيمان أن في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
نهيا صريحا عن الغيبة وتحذيرا بليغا منها. فقد شبه الله تبارك وتعالى غيبة المؤمن بأكل لحمه ميتا، وكفى به زاجرا عن مثل هذا الإثم القبيح. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يختابونهم ويقعون في أعراضهم. وفي ذكر هذا تحذير من الوقوع في الغيبة، حذرا مما يترتب على فعل ذلك من العقوبة في الآخرة. ومن الجهل القبيح إخوة الإيمان قول بعض الناس إذا نهوا عن غيبة المسلم: إني أقول هذا في وجهه. فهؤلاء ما عرفوا معنى الغيبة الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ذكرك أخاك بما يكره. وكذا قول بعضهم: إذا أنكرت عليه الغيبة لكني أقول ما هو فيه. فهذا لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. واعلم أخي المسلم أنه كما يحرم قول الغيبة فإنه يحرم سماعها أيضا. فمن حضر مجلسا يشتغل أهله بالغيبة والوقوع في أعراض الناس وجب عليه الإنكار إن قدر على ذلك بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وجب عليه مفارقة مجلس الغيبة إن قدر على المفارقة منكرا ذلك بقلبه ليسلم من الإثم. وفي الجب عن عرض المسلم ثواب غير قليل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. لكن ليعلم إخوة الإيمان أن الغيبة قد تكون أحيانا جائزا وأحيانا واجبة. أما وجوبها فكالتحذير الشرعي من ذي فسق عملي أو بدعة اعتقادية، ولو لم يصل ببدعته إلى حد الكفر، فيجب التحذير من التاجر الذي يغش الناس في معاملته، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وكذلك يجب يا أخي المسلم تحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه. ولا يقولن الواحد كما يقول بعض الجهال احتجاجا لمنع ذلك: إن هذا قطع الرزق على الغير. فإن هؤلاء يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شرع الله. ومن الواجب أيضا التحذير من المتصدرين لإفتاء أو التدريس أو الإقراء مع عدم الأهلية لذلك. فإنك أخي المسلم لو علمت بقاطع طريق يقطع على الناس طريقهم ليلا ويسلبهم أموالهم أو يقتلهم، فما عساك أن تفعل إن علمت بمسلم يريد أن يسلك هذا الطريق؟ أليس من الواجب عليك أن تحذره وتخبره بوجود قاطع الطريق هذا، أم أنت تسكت عن ذلك وأنت تعلم أن بسكوتك يلحقه ضرر ولو نصحته لقبل منك؟ بلى، يجب عليك أن تحذره وتنبهه، فإن لم تفعل فأنت آثم مذنب. وكذلك الأمر إذا علمت بوجود شخص يدعي العلم ويتصدر مجالس التدريس باسم الدين ويتفوه بكلام مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد التف حوله أناس يعظمونه ويتلقفون عنه كل ما يقول ولو كان مخالفا لشرع الله تعالى، فهل يسعك أن تسكت مع القدرة على الإنكار وتحذير الناس منه؟ لا يسعك ذلك، بل يجب عليك أن تنصح الناس وتحذرهم منه، فالتحذير مما يدخل النار في الآخرة أولى
من التحذير من قاطع الطريق الذي لا يتعدى ضرره للناس دنياهم. وقد قال الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله عنه: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وصدق في ذلك. ومن الأحوال التي تجوز فيها غيبة المسلم حالة استفتاء العالم، كأن يحصل أمر مع إنسان يريد أن يعرف حكم الشرع فيه، فيقول مثلا للمفتي: إن أبي ظلمني ففعل كذا وكذا، فماذا يجوز أن أفعل لرد ظلمه؟ أو إن زوجي يفعل كذا وكذا، فماذا أفعل؟ وما شابه ذلك. وأمسك عليك لسانك واحفظه عن أكل لحوم إخوانك والتفتيش عن عيوبهم، واشتغل بإصلاح عيوبك عن عيوبهم، فإنك متى فعلت ذلك قد تشغل بإصلاح عيوب نفسك حتى لا تجد وقتا للاشتغال بعيب غيرك. واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول السمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، رواه ابن حبان. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليهم أجمعين. زيمان حركاي سنا كل مكلف زتابي واجب زتا الراس سناو الله حرام زاشي وكل بينك يحرين ته. إمام الغزالي رحمه الله الرات قدير نعمة تبايو الزومة الكشو يبور دلال درر بجيح تبايو طبعا الكيرحني وقرا أبزح إشوت بيناش هذا ندي لاقاش بي الرات بنسين هذا ندي الحياج بس حال يلي بايتي الراسنا ونكي حرافز بيت خيشال زي ما نحركاج إحري أخا وقتي بي داي حوازن يبيز السراج أما بيسح بي دام سيتا حلاجو إلياي زالما أتبتي عداوة نغون كنت لسبب زيتا غيبة أنت غيبة بايتي رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إمام مسلم أبي هريرة قرب الله حنجي الليوة زقادلنا حديث بي رسولنا صحابتاتو غيبة بايتي من بايتي انت توقينك بايو مزد حبر يوسى الله هو رسول دو يوكال بايو بايتي من نهي نوكمينا بايتي زيونتا هريرة رسولنا محمد زيتوني صلاة والسلامة بربيوة يكوت بيتي بي أتلي مدويو أبا واح خادو إحرزو بي يتألى دال شيء بي مكيك الانتا زايوسا الزون يكيك لبازانا شيء حل باقي رخ بايو مسحابتا جت حبرو رسول دينا عليه الصلاة والسلام إي أزو زال بشي خانا قروم مكيك الزو يوكو ميل زليل بشي وعارد خبو قرين فقد بحت عي بهتان زلتا وعارد خبو أي رد أرد خبوه بايو يي زلتا مورد ألتاقر رد مورد دي الحزو غيبة محيمة بيم إزايدان هري الله حرام زاش بينا محيمة زانيو لمثال ست نقراك إيك النقرا أبا واحياجنا زال بعيبي ألتاقر قبلتيو كامزو بخانا إرازو بخانا أحلايسو بخانا خلقزو بيخني أزو بمك إيك مثال زولي حيبل حجير انت حيبل حالة عمل زو يقسي انت إرازو يكوت انت أو انت حيبل حجير انت قالتا قر أدب إعلام أدب قليل انت منيت بس حال أزوكتا كرسام انت والدايسو أدب إليوم القونت أيوم أو انت مشت زو تيم برحات يو مساس لسناناش ما مترحت زو زي خيشة سنان بي مكيكال حرام زيتا محيما انت أما بختان زاني ومزكيك النيوخ زلتا ومورد ما كيزوم لعيزو بمدبل انت يدي الحزوم زاني وكسوزو يا محيمة ذات دلحي بي زايدان يي حال زيت الانت ليم وعلتا قر حرام زيت الانت ليم دلحزوم دلحي بيات كذا انت ليم يينا سنان الله قدر متبيجة وصورة الحجرات بي آية سراكو أتبي مسلم أبواء حزو
يحيم زالو زموتا إحزو بسرو يول زال كتبه قرآن بيتك إيكالا رسول دنيا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أبو داود أنس قربدلي رضي الله عنه ورزا شلونا حديث به إسراء ومعراج أورتزيو زريع وأجائباج ما بين بهم أحزو تفرزيو نحاسي تياج وسؤاج في سيوا وزنزيو نجسالو زريوسا جبريل هياج ماناش انتي بايو ما متحبرو هياج واتي أسو حيم زالاج التاقرة أسو بسرو يول زالاج انتي بايو تيبا أتي وقيو مديل حزو لحيم دي الحالتان بايو انتا إهريزي إيمان حركاج إس أحد من يحمال لأليكوتام زيو أليكوت زيو رياج غيبة حرام انتا أسو أتحيم زايوسا آني إلا زاخويك الزوبي من إلاخ أو انتا آن زال باويت باخوكا إل زالاج رسول جنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم حديث يو أكزو بزاك أجل تيوم الله إياج حال جبيم يسليت أنا زي إيمان أبا وعي حاج غيبة حرام زي تاكوتيت يي غيبة مد جيبل ما مسمى زوم حرام انت ما يلي بايتي أزياج محمد سيد جيبل زال أبا يفرق زال خانة جرى إيجي بمختار حلبة إيجي بدا يفرق خانة نار جرى سنان بي هيدقو بايتي بمختار حلبة سنان بيم زي يفرق خانة نار جرى أتاي زو محدق ما روح زو مسلط حلبا باين تا يي ياشو دال إشوتو مطلع بحمسا باين دا إمام الترمذي زقازلونا رسول دينا حديث بيم أحد مسلم إحزو بايتيم إحزو زي تحيم كت أو إنتا زي بورد بو كت زي تتهاتروي الله قدر ما تبيجا ويوم القيامة يا مج في سو إسا زي يقنيا كت ياشا حل البايو أزوك السو زوم أحد شفت ألتاقرم أسو يزرف زال أوقا بحل نار قرما أحد مسلم أبو أحز وزوجة يلي سألت وآك يقرا يم دان تاوي يكون أوجبي واتي إذا رفخ زار أسو حلوة بايتي ما يتيو كان تا بايو يو إما دي متك إبلا يقرا خير عاشا يلي بايتي الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله عنه من بايو حقو يرزال سمي زايوي دودة شيطان انتا بايو آخر بيما زوك السودو غيبة يقبى ذال التياج أحد عالم دين زين حكمي ومتحيبر لي مثال لي أحد أوزو زيلمي وأبا حلقرة أوزو زيلمي وظلمي من كتبي نساخ حقعي وشرعي وقبي باي ما تحيبرا مكعيك عليه وقرا يي حرام زيتا غيبا ملتا أزوكو تا أحد مشتي أبوي سي يي كت يي كت ياشال بايتي ما شرعي حكمي وما تحيبر لي عالمو يعني سيكا زيتا عالمو وتحيبرتي ما يي فتوى موك عليك إيقال تاقروم يي زيت خطرا مكعيك ألتي ما غيبة تحيبه بومي الحرام زيتا بي زي ما نحرك أيسنا غيبة محرم زتابي روح زناو الراس سنال روح زناو من كحرمة الراس سناليم قولوا الناشية خيشال وصو عيب بن الشاغلي بيم روح زنا عيب بن الشاغلي ما روح زنا بلالوتو تأبمو شي ما جال ييسا على يوصو ذات عيب ليم وقتين برناميل أبزح وصو خطاي ترهب بازال رسول زنا زايو حديثوم كتبنوش الراس وبين تابايو أزوك الصوم الرات بخيري وعلى سينان خيقرا سم بايتي التاجر تركم بايتو يما جال بايو يزوم شيطان روح خابي مستدين تا ازوكو الدين خا امر ليم قرقارا يا شخال دا يور حديث رسول دينا حديث بيم مع عملنا شو يتخيش هالباين تا هري زي ما نحرك اي سنة يي غيبة شرعي بي سحد قر جائز يخون بازال التايو محل واجب يخون بازال التايو محل واجب تخون بازال التاي شرعي بلالوت ويتليم زال أباو بايتيم قرآن واحديث بدل دي جاو قرآن وحديث بدل دي جاو شرعي انت بايتي بي حق زيتا إيمان بزار أسو كل بلالوت فوج مك لحمة إيمان بموجة يكويالو زرين نسا يعني سم بايتي البنام نخطرانا أتوش نلحنا أباهم أبلا نارقروم سمزو مك إيكال بيم على إيزو يحرما آخر أمرزو زيب للكود مسلا تحلبنا أزوكو ترسول دينا عليه الصلاة والسلام حنقور يسيم زال أباو وقا بحلوفا يتيرو أوما أتابين ياشتو يا حنقور زي سبوسا تحيق رب دلي روتا أتابين ياشتو مي زنكي وتاي زنكي يوسا آتو مي روتا من تزايوسا هو أباو زنابين يا رسول الله يو أغني يوي زايسا تحاري تاج عما كل دعي قرب تاشا ميخي وسو يراما يتكيرا باكو تبايتين دا روتا زانتو يوك كتبايتين دا إحري يي الدنيا أمر ليزو يعني ما تيوك زوال تاجر يي ومكيك الزو ما ميمزو ضروري خانجر آخر أمري آيكو تتابق عملتا آخر أمري زنبي ويبلي بنزالو حيبل فلان بايتمام مكيك الو جائز تانتو واتي الديبي يسبت لنا حل بايتنتا حري آخر بيم واتي يي مسلي دلاغاش بي محدق زبلاو حري سمزو بي ملكيك لوما الزو اينا تكيرو بومي لحل ينزن أمر زي بلالكوت ما آخر زنيك أنكوت لبايتي
أزوكو تا إساحات أسود بيم ورا شو دال أحد أب دكان الديل جاز الخانة جر أباو يي دل جدا بيرو جاز النت والنوكس أنا خانة جرا حفت المية أباو أتوش للاحنا أبلا جرا دكان زال اللي ميمد ومن لالو إساحات جاهل جتو صاج رزق زوين تكوش بحول زالاش بيم هياش بيم الله بيم مجن لنا آخر بيم بارك الله بكم نتيوك أزانا توك وزاخو كتا كوفيد 19 وقتين تازال نبيو بادوم يي منجستي أجا حكومة أجا زال قانون أجوا أزو متكي رحتي سبباج كله ناشي وفيز بيت خيشال إلى الله يكيحرنا نتوانا زوم الله ولم يشفنا. عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.